على وقع طبول انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، يسارع الديمقراطيون والجمهوريون لحشد الناخبين إلى حد استدعاء باراك أوباما ودونالد ترامب إلى زيارة ولاية متأرجحة لحصد الأصوات. وتجرى الانتخابات على كل أعضاء مجلس النواب وعددهم 435 نائباً، يتم انتخابهم كل عامين، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وهم 35 نائباً من إجمالي 100 عضو يجري انتخابهم كل 6 أعوام بواقع الثلث كل عامين. وتبدأ انتخابات التجديد النصفي هذه المرة في 8 من نوفمبر الجاري، وتكتسب زخماً كبيراً وأهمية لعدة أمور، على رأسها الحرب الأوكرانية الروسية وتداعياتها على أمريكا، لا سيما وهي الانتخابات الأخيرة قبل اختيار الرئيس للبلاد في 2024 في ظل إعلان ترامب العودة للترشح. ويحتاج الجمهوريون 6 مقاعد إضافية في مجلس النواب ومقعدا واحدا في الشيوخ لتحقيق الأغلبية. وعلى مدار العامين السابقين سيطر الديمقراطيون بالأغلبية على الكونغرس، لكن حجم الاستجوابات الموجهة للبيت الأبيض لم تكن على المستوى المطلوب بحسب محللين سياسيين، لتكون لهذه الانتخابات قدر كبير من تعزيز الدور الرقابي للكونغرس. عدة ملفات شائكة وتأثيرات داخلية وخارجية ستلعب دورا كبيرا في الانتخابات. ارتفاع مستوى التضخم والأوضاع المعيشية والملف الإيراني والحرب الروسية الأوكرانية والصين وتايوان، إضافة إلى حق الإجهاض.